الإنسان هو دور يروي محركا وراءه رغدا من العلاقات التي ارتبط بها الواقع الحقوقي للبحرين على مر سنوات طويلة ولإجراء رجوعهم إلى وقفة حداد تراويح. كان يجبر فرحا
بما حصل عليه فحيدون بعد كل هذه التضحيات، لكنهم تعب وأصيب بحيدة أمل وهو يقرأ التقارير المحلية والدولية عن حال حقوق الإنسان في البحرين، خصوصا بعد ضرب اعتصام الدوار في مارس 2011 وابتعاد البلاد عن الحل السياسي الجامع ودخولها في حقبة الحل الأمني الذي حذر منه اليوم من التورط والغرق فيه باعتباره أشد الإلام على الشعب وأقصر الطرق للتوتر وضرب التنمية والسلامة. برحيل اللورد ديبي فقدت البحرين واحدا من المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في العالم وصديقا لهذا الشعب، فلا يمكن أن ننسى فضله ودوره في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين لعقود من الزمن. نفتقد اليوم ديبي ونفتقد القيم الحضارية التي كان يمثلها ويجسدها في حياته البرلمانية وبشكل يومي. فهذا الرجل الذي لم يجد حرجا في التحول من دين الى اخر كون ذلك حقه، هو نفسه الذي لم يتزحزح حين لمن عن تمسكه بحقوق الانسان في كل مكان بما في البحرين وشعبه الذي يدين له بما قدمه هذا المواطن البريطاني. لتنم روح اللورد ديفبري بهدوء وطمانينه في رحلته النبيليه بعد اعطاء كبير انحدر من خلاله الاخرين، فانتسب حبهم ومودتهم وصداقتهم والصبر والمساواه والسلوان لزوجته وابنه وعائلته واصدقائه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير جميعا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في فجر الأحد 14 فبراير 2016 وفي ذكرى انتفاضة الكرامة والحرية 14 فبراير 2011 أعلن جون لوبك من اللورد إريك إيفري وفاة أبيه بعد معاناته مع السرطان لأكثر من 5 سنوات وغير الحزن على الإنسانية التي ستفتقر مناضلا بارزا حقوق الإنسان ونصيراً للشعوب المظلومة خصوصاً الشعب البحريني. ودولة التعازف على عائلته بل إننا نعزي أنفسنا. أول مرة سمعت عن لورد ديفري كان خلال اجتماع في بداية السنيات مع السير ديفيد ستيفن ذائحة الأحرار والذي ينتمي إليه لورد ديفري ونائب عنه. ومن بعده أول مجلس اللوردات منتمياً لحزب الأحرار الديمقراطيين بعد توحيد الحزبين. ونصح ستيف أن أتوجه إلى لورد ديفري للتعاطي مع قضايا الحقوقية. وبالفعل من خلال علاقة مع الدكتور منصور الجمري والدكتور سعيد الشهابي في لندن تعرفت على لورد ديفري، ومن يوم هذا ارتبطت العلاقة بيني وبينه وعائلته بالكامل. وبالطبع دور لورد ديفري في تبني قضايا الشعوب قضايا حقوق الإنسان معروفة وليست مقتصرة على البحرين أو أنها تستهدف البحرين دون غيرها كما يروج البعض. قد وضح الدكتور منصور الجمري ذلك في كلمته وفي تحقيق الوسط أن بعد وقعه. شاركت منذ 9 سنوات في عدد من المنتديات التي ينظمها لورد ديفري حول البحرين، مرتين في السنة في أغسطس في ذكرى الاستقلال وديسمبر في ذكرى العيد الوطني، وآخرها في أغسطس 2014 حيث قدم له منصب البحرين لحقوق الإنسان درع الحقوق. أما آخر زيارة لي لمنزله فكانت في يونيو 2015 وكان حينها في المستشفى حيث قدمت له لوحة جميلة للفنان البحريني وسعدت العائلة زوجته وابنه جون وحفيده بيتر كذلك. على خلال 9 سنوات كرس اللورد ديفري جهدا وجهدا للجنة البرلمانية والشرعية لمجلس العموم والنوردات واللي كانت ملكية كاملة اسمها اللورد بريان اوف كوايت والذي زار البحرين على رأس وفد برلماني في 1996، وكان لورد ديفري دينامو اللجنة أمينها العام وتتعاطى مع حضور قضايا حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم. ومن هذا المنطلق قام لورد ديفري باستخدام كل ما لديه من وسائل البرلمانية لتوجيه الأسئلة في مجلس الوزراء ومراسلة الوزراء الحكومة البريطانية، كذلك سفارة البحرين في لندن كان السفير بنها الشيخ عبد العزيز بن مبارك الخليفه فانه اجتمع مع اصحاب السفير عده مرات. وقد جمع كل ذلك في كتاب الوثائق الانجليزيه بعنوان البحرين جار طول
بحرين وبيكو صادوا عن الليجر البرلمانية في الفين. كما أن الأردن أبري رافق الوقت الحقوقي البحرين والذي ضمن إلى جانب الدكتور منصور جنبي إلى اجتماع حقوق الإنسان بينما نتحول إلى في مارس 1966 حيث ألقى كلمة في الاجتماع كما اجتمعنا على رئيس الهيئة المسؤول الفوضية وعدد من الوفود وكان ذلك عام لإنجاح الإصدار بلجنة الوزراء المتحدة أول بيان للأمم المتحدة حول البحرين في أغسطس 1966 واستضحته عدد من الوفود القادمة من البحرين ومنهم ممثل العريضة الشعبية ممثلة لسان الأخ حسين عسمول وبراين كمال الدين والذي أهداه تمثالا صحيا محل سجناء جدد وكذلك ممثلة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حسن خميري إلى بيت اللورد أبري حيث كان دائما يستقبلهم ويقولهم البحرينيين في الانتخابات. وفي ظل عهد الطهيين وفي عهد جلالة الملك محمد عيسى الخليفة كان من أول من أفكرنا بدعوته إلى البحرين اللورد أبري وبالفعل قد وجهت له بعض من قبل لجنة العريضة ممثلة السيد علي الربيع وجمعية بحرين لحقوق الإنسان ممثلة الدكتور صديق النجار والقوى الوطنية. خلال اجتماع مع جلالة الملك أمير حنان مع وفد جلالة الملك الشعبية والتحرير وعائلتين من الملك في يونيو 2001 طرحت موضوع زيادة اللورد أبري لكن أحد المستشارين شن محمد طارق ضد اللورد أبري وبأنه يستهدف البحرين دون غيره وقد فندوا طروحاته بأن اللورد يدافع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وليس البحرين وحده وأنه يمنع الانتهاكات بهدف تصليحها ولذا يجب أن يكرم بوعي جديد. وهنا حسن سمو الأمير نقاش بالقول لا بأس تؤجل زيارة الممر. وبالفعل جرت دعوته مرة أخرى وبالمشاركة الرسمية ووصلت إلى 31 ديسمبر 2002 وكنا نستقبلها الوزير عبد المنعم الشعرة علي ربيعة ومنصور جمري ونبيل رجب وأنا. أنا ما طالع شكرا أن كنت أخذ اليوم الزيارة. وقد أصر اليوم أن نوصله لخدمة الخليج بدلا من السيارة الرسمية. حيث استقبله جمع من البحرينيين باليقظات عند بوابة الفندق ومن تواضعه طلب ايقاف السياره ونزل منها وصافحهم وكانت فرحته كبيره وفرحه المناضلين والحقوقيين البحرينيين اكبر باللقاء على ارض البحرين واوساط شعب البحرين الذي دافع عن لورد انتو قبل سنوات وهو يرى ثمره نضاله وبقيه البحرين سواء. وكما في حالات اخرى وقد تزاحم العديدون على دعوه اللورد أبري حيث كلفت الى جانب المثلين لجمعيات المعارضة والحقوقية لترتيب برنامج مبدول حسب وصوله إلى مطار البحرين في 31 ديسمبر حتى مغادرة 6 يناير 2002 وقد عملت جهدي مع زملائي للتوفيق ما بين المطالب والتضارب وما بين البرنامج الرسمي والبرنامج الأهلي بما فيه من تناقضات المواعيد وشملت زيارة اللورد على الجانب الرسمي لقاء جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء حفل تكريم مقابل الوزير عبد المنعم الشعرة حيث ألقى اللورد أبري كلمة شامية تبعها نقاش متفاهم حول المستقبل الديمقراطية في البحرين وعندما أتذكر ما قاله بعض المحددين حينها أصاب مع عجب اليوم بعد أن أتذكره بكل ما قاله. وعلى الجانب الأهلي التقى اللورد في جلسات مع المجتمع الحقوقي وجمعيات المعارضة والضحايا وأهاليهم كما قام بزيارة المسجد الحاج حسن علي وزار مصلحة التروبي النوويات ومن الأوقات السعيدة سهلتنا ليلة رأس السنة بصحبة علي ربيعة وكتيب نادي العوالي حيث تزاحم عليه المحتفلون يهنئونه على المعرض شخصيته وكان اللورد سعيدا بزيارته جدا بزيارته ومتفائلا بمستقبل البحرين. لكننا نعرف ما جرى من اجتماع على الميثاق وعلى المشروع الصاحب الذي توافق جلالة الملك والشعب عليه ولذا استأنف اللورد أبري دوره في الدفاع عن شعب البحرين وحقوقه ولم يوفر جهدا او وسيله الا واستخدمها مستفيدا من رصيدها المعنوي والاحترام الكبير الذي يتمتع به في الاوساط السياسيه والحقوقيه ليس في بريطانيا وحدها فقط بل في الامم المتحده والعديد من الدول. ان وفاه ابري في فجر الاحد 14/2/2016 وخساره صالح شعب البحرين الذي حمل همهم العقول وخساره انسانيه جمعاء وسيظل من براز للشعوب المناضله ومثالا للمدافعين عن حقوق الانسان بكل نزاع وبلسما لاجراء ضحايا الاضطهاد والظلم رحم الله اللورد أبري وسيكون اللورد أبري براسا لنا وحياته ملهمه دائما لنا. شكرا. نعود الى برنامجنا في هذه الامسيه وهو ندوه تحت
بعنوان حرية التعبير في تشريعات ما بعد الحرب. تلقيها السادة المحامية جليلة السيد التي يعني نود أن نوجه لها التحية والشكر على قبول هذه الدعوة. ويعني قد يعني يرى البعض بأن العنوان حصل في تشريعات ما بعد الحرب، وهذا يعني بأن احنا ما قبل الحرب يعني كنا نعيش مقبوحا بالحريات، وإنما هذا يعني فقط كان بمناسبة يعني قرب محاكمة الأخ إبراهيم شريف، وأيضا مرور 5 سنوات على الحراك الشعبي. يعني ذلك ما لا يعني بأن التشريعات السابقة هي كانت ضمن الطموحات أو يعني ضمن المعايير الدولية، وإنما يعني المؤشرات عفوا مؤشرات حرية التعبير كانت ولا زالت يعني دائما تضع البحرين في خانة متراجعة في هذه الحريات. وبالتالي نحن نتساءل إلى أين مسار حرية التعبير في البحرين. قد نجد الإجابة بين طيات ندوتنا الليلة التي تلقيها السادة المحامية جليلة السيد، فتفضل. مشكور. شكرا جزيلا. مساء الخير جميعا. شغال التكنولوجيا ما تعرف. شكرا ومساء الخير جميعا. اولا يعني نعزي انفسنا وكل الاحرار في العالم لوفاة اللورد إيفبري. تشرفت بلقائه في لندن في احدى السنوات السابقه، ونستلهم من هذه الشخصيه الحره، عاشت وذهبت حره، لم تتغير، لم تنقلب على مبادئها، لم تتخلى عن ما آمنت به، بقيت تعبر بصدق وبضمير حي عن معاناة المستضعفين عبر العالم في البحرين وفي غير البحرين. لا أدعي أنني عرفت الرجل ما يكفي من المعرفة عندما قرأت سيرته الذاتية في الصحافة المحلية. يعني لفتني كيف كان اهتمامه موسوعياً ومتوسعاً. لم كنا نعتقد بأن البحرين هاجسه الوحيد، وكنا ممنونين لذلك، والآن نحن ممنونين أكثر لأن هذا الرجل دافع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن الدين وعن اللون وعن الموقع الجغرافي، فهو درس في حياته ودرس في مماته. لذلك يعني بكل إجلال وبكل تقدير نأسف لرحيله، ونتمنى أن يعني يهب الله البحرين وكل من هم تحت سطوة الظلم أمثاله يعني لسنوات مقبلة وبأعداد أكبر إن شاء الله، يعوضنا الله فيه خيرا إن شاء الله في أجيال سنراها يعني تحمل شعلته التي حملت طوال هذه السنوات. بالنسبة إلى الأستاذ أبو منصور، يعني أنا أغبط على هذه الذاكرة القوية، ما أعرف إذا كان عنده وقت كل يوم يدون ملاحظاته، لأن التفاصيل اللي قالها أنا تفاصيل قبل 5 سنين لا أتذكرها. سرده كان سرد شيق، والحديث بعده حديث ربما يكون ممل، ولكن إن شاء الله نحاول أن نحن نقف على شيء من الحقيقة فيما يتعلق بما آلت إليه حرية التعبير إن بقى منها شيء في هذا البلد. واقع الحال أنه يعني ليس هناك شك في أن حرية التعبير هي حق إنساني أساسي، هي عنصر حيوي في النظام الديمقراطي، وتمكن حرية التعبير مواطني الدولة من تبادل المعلومات وتبادل الأفكار، تمكنهم من الاحتجاج ضد المظالم، هذا الدور الأكبر لحرية التعبير، تمكنهم من التأثير على الخطاب العام، تمكنهم من انتقاد السلطة على ما تقوم به. لذلك تشكل حرية التعبير بطبيعة الحال شرطا ضروريا للمشاركة السياسية الحقة، المشاركة المؤثرة، المشاركة ذات المغزى. ومن ثم فإن لجوء السلطة إلى منع تبادل الأفكار
عبر فرض القيود على حرية التعبير يمس بلا شك بل وينافي متطلبات تحقيق الحياة الديمقراطية حتى ولو بحدها الأدنى. كذلك وضع القيود بلا موجب حقيقي يرتضيه القانون الدولي لحقوق الإنسان يتعارض مع المبادئ الأساسية لأي حكم ديمقراطي على وجه الإطلاق. شهدنا في البحرين تراجع واضح في حرية التعبير بصورها المختلفة، إن كانت في المسيرات، إن كانت في الاعتصامات، الإعلام المكتوب، المرئي، الإلكتروني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل السلطة لتقييد حرية التعبير تراوحت ما بين منع المسيرات، وقف نشرات الجمعيات السياسية، الجرائد اليومية، الملاحقات الأمنية، المحاكمات السياسية. ونقف عند هذه الأداة، المحاكمات السياسية بالذات، بما أن نحن نترقب بكثير من القلق الحكم الذي سيصدر بحق الأستاذ إبراهيم شريف. المحاكمات السياسية بلا شك باتت الأداة الأكثر استعمالاً من قبل السلطة في البحرين لإسكات أصوات المعارضين المختلفين في الرأي في تناول كيفية الوصول إلى حل للأزمة القائمة في البحرين. لكل صوت ينتقد سياسات الحكم. إذا ما رجعنا إلى تقرير الدكتور بسيوني اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، نجد أنه يعني خصص قسم لا بأس به ليتكلم عن المحاكمات المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، وفصل وأصل كيف يكون الوضع القانوني فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي. استشهد بالتشريعات الدولية على رأسها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واستند كذلك إلى دستور البحرين في المادة 23. لو تتبعنا هذه النصوص ويهمنا بالدرجة الأولى نص العهد الدولي بطبيعة الحال، المادة 19 في أول فقرة تقول بأنه لكل إنسان حق اعتناق الأفكار. هذه الفقرة الأولى، من حقي أن اعتنق الأفكار. بعد ذلك الفقرة الثانية، ومن حقه أن يعبر عنها. فحرية التعبير تقتضي الأمرين معا، أن يكون لك حرية أن تعتنق الأفكار، ولا يمكن أن تعتنق الأفكار إلا إذا كانت موجودة، وهذا يقتضي اتصالك بأفكار الآخرين. إذن قدرة الآخرين على التعبير عن رأيهم بالدرجة الأولى مرتبطة بحقك في أن تعتنق الفكر. المنطق يحكم نفسه في هذه المادة، أولاً نعتنق الأفكار ثم نعبر عنها، وكذلك بالنسبة للأشخاص الآخرين، فيحصل التعبير عن الرأي وتحصل مسألة حرية التعبير. المادة الثالثة أو البند الثالث من هذه المادة هو الذي يتحدث عن القيود. المبدأ أرسيناه في المادة الأولى في الفقرة الأولى والثانية، ثم نأتي في الثالثة نتكلم عن القيود. سأقرأ عليكم النص لأنه في غاية الأهمية. يقول: تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية. الفقرة الثانية نتذكر، الأولى نتلقى، الثانية نعبر. حق التعبير اللي في الفقرة الثانية يقتضي ويستتبعه واجبات ومسؤوليات خاصة، هكذا هو نص الفقرة، ويجوز إخضاعها لبعض القيود. بعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية. ضرورية لماذا؟ أولاً لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ثانياً لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة العامة، الآداب العامة. إذن هذه المادة ويعني أدبيات القانون تتحدث بشكل صريح عن أنها ترسي معيارين. المعيار الأول هو معيار الضرورة، لا تقيد الحق الأصيل إلا إلى ضرورة وعلى سبيل الاستثناء. المعيار الثاني التناسبية أو النسبية، لا يكون التقييد إلا
لحماية الحق في قبال حقوق الآخرين. هذا هو المبدأ المقرر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. بس يوني في تقريره يستشهد بتقرير كان صادر عن الأمم المتحدة عام 2011، كان حديث وقتها لما طلع تقريره متعلق باللجنة المعنية بحقوق الإنسان، هو هذا التقرير، و يعني يتناول بالشرح والتعليق المفاهيم المضمنة في العهد الدولي. يهمنا بالذات فيما يتعلق بمحاكمات السياسيين في البحرين، تضييق حرية الرأي في البحرين، ما قاله السيد بسيوني في شأن القوانين وكيف تكون القوانين غير منضبطة فلا تخدم دورها في حماية حق التعبير. فقرة من فقرات 1618 يقول بسيوني، ينقل عن هذه اللجنة، عن هذا التقرير، إن لجنة حقوق الإنسان شددت على أنه لأغراض الفقرة الثالثة، فقرة القيود اللي تونا شفناها، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة قانون مقيد يعني، بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقا لها، ويجب إتاحتها لعامة الجمهور، ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص، هنا الأهمية، الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ هذا القانون، عن تنفيذ هذا القيد، سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير. يجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب أن أنواع التعبير التي تخضع للتقييد والتي لا تخضع للتقييد. يعني لجنة حقوق الإنسان تقول بكل صراحة، لا يمكن أن يكون القيد على حرية التعبير قيد مطاط عام مطلق بلا محددات موضوعية واضحة، بحيث أنه الإنسان يعرف أنه إذا تجاوزت هذا القيد فأنا أدخل في حومة المحظور والمسؤولية القانونية. طبعاً على يعني رصانة الكثير مما جاء في تقرير بسيوني، ولكن تقرير بسيوني عكس جزء من الحقيقة، لم يعكس كل الحقيقة. في هذا التقرير استند إلى مثل ما قلنا تقرير لجنة الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، ولكن على سبيل المثال، وهو يذكر أنه المسؤولين، ويجي في بعض الفقرات ويحددهم تحديداً، يقول لك السلطة القضائية بالتحديد يجب أن تعتمد المعايير التي ترسيها اللجنة، وأنه لا يجب أن تمارس حقها بشكل عام مطلق مبهم بدون معايير محددة. يعني حتى القضاء يجب أن يضع لنفسه معايير تحكم متى نكون احترمنا ومتى نكون تجاوزنا حرية التعبير. هناك فقرة في غاية الأهمية في تقرير الأمم المتحدة لم يوردها بسيوني، وأعتقد عندما أقرأ جزء منها سيكون الموضوع واضح. هذه الفقرة في تقرير الأمم المتحدة تقول: وينبغي للدول الأطراف أن تنفذ تدابير فعالة للحماية من الاعتداءات، يعني الاعتداء على حرية التعبير، التي تستهدف إسكات أشخاص إسكات أصوات الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. الأهمية تأتي هنا. ولا يجوز أبدا الاستشهاد بالفقرة الثالثة، فقرة القيود، لتبرير، اسمعوا هذه العبارة، كبح أي دعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب وتحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. يعني لجنة حقوق الإنسان اللي استشهد بها بسيوني تقول بوضوح، المدافعين عن حقوق الإنسان اللي يطالبون بتطبيق حقوق الإنسان، هذا لين ما يصير تقول عليهم قيود من المادة 3. نشطاء السياسيين، رجال السياسة الذين يدعون إلى تطبيق
الديمقراطية وإلى نظام ديمقراطي، هذا لما تستعمل عليهم القيود بسبب بسيط جدا، إنه حرية التعبير جزء من حقوق الإنسان، والديمقراطية تكمل حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان من يدافع عنها برضو يحمي حقوق الإنسان، فبالتالي حقوق الإنسان تحمي بعضها البعض وليس تجهض بعضها البعض. لذلك لا يجوز أبدا أن نحن نتجاوز حق السياسي وحق الناشط في مجال حقوق الإنسان في أن يعبر عن آراءه حماية لأهداف حماية حقوق الإنسان، أهداف حماية الديمقراطية، بمقولة والله القانون يمنع. واضح الكلام. الآن كيف هو الحال في البحرين؟ أنا يعني لن أضيف إليكم أي معلومات، لأن كل المعلومات عندكم عن تاريخ الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالقيادات السياسية، فهذا أمر معلوم ولن نتحدث في تفاصيله. الذي نراه الآن يعني كمحامين، أنه عندما مثلا أتلقى أنا أو أي أحد من زملاء اتصال بأنه والله زعيم السياسي الفلاني في الجمعية السياسية الفلانية والناشط الحقوق الفلاني معتقل، احضروا معاه التحقيق. الآن وصلنا مرحلة أن احنا عندنا كتالوج من التهم السياسية الجاهزة اللي بتوجه، مو كثير يعني، كم واحدة نعرف بنروح التهمة يا هادي على سبيل المثال، تهم قانون العقوبات الآن نتكلم، تهمة اللي يواجهها الحين أبو شريف مادة 160 روجة ترويج، شنو ترويج؟ تعبير عن حرية الرأي، لأنك تروج شنو؟ تتحدث مرارا عن أمر ما لتوصل المستمع إلى قناعة محددة، هذا هو الترويج. مو الترويج عن البضائع شنو؟ نفس الشيء، يجيبون لك صورة، يجيبون لك كلام يزرع في مخك إن الشيء الفلاني جيد، فتتولد عندك قناعة أنه جيد، تروح تجربة، هذا هو الترويج. هو كذلك إن كان في التجارة وإن كان في السياسة، روج وحبث شنو؟ قلب نظام الحكم بطريقة غير مشروعة أو عبر القوة والتهديد. هذه المادة 60 وفيها 10 سنوات. هذه واحدة من الأشياء، طبعا هذه من التهم الكبرى، في أصغر منها شوي لأن كتالوجه في أحجام مقاسات. طيب التهمة الثانية، حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم والإزدراء به. تذكرون المعايير اللي تونا تكلمنا عنها مالت الأمم المتحدة مالت العهد الدولي 19، شو قلنا؟ قلنا إن لما يجي القانون وحدد حرية الرأي لازم يكون شنو؟ محدد، مو مطاط، مو عام، مو ما تدري متى يبتدي متى ينتهي. حرض على كراهية النظام، يعني ويش؟ لو انتقدت النظام هل أنا أحرض على كراهيته ولا على عشقه ومحبته؟ ومع ذلك أنا من حقي أن أنتقد النظام، النظام مو شيء منزل مثل شيء إلهي، يعني النظام عمل بشري. طالما أنت أبحت لي أني من سلطاتي كمواطن إذا ما استعملت حقوق السياسية أن أنتخب ناس وهذا لين الناس يعدلون الدستور، إذن دستورك مو منزل، والدستور هو اللي يقرر النظام السياسي، بالنتيجة شنو؟ انتقاد النظام حق مؤكد. الآن هذه المادة تضع ميزان ما هو كراهية وما هو غير كراهية بشكل مطلق في إيد من؟ القاضي، بحسب المرحلة، لما يكون في النيابة بإيد المكلف بالتحقيق في النيابة، لما يكون في المحكمة بإيد القاضي. إذن إحنا لما نجي نقول والله المادة 23 من الدستور تمارسون حرية الرأي وفق أحكام القانون، طيب إذا كان هذا القانون موجود ولكن في نفس الوقت ماذا ينال من جوهر الحق؟ ينال من حرية التعبير، يخالف كل المبادئ اللي أرستها الشرعة الدولية. إذن هل نحن بصدد مخالفة فعلا لهذا القانون، لهذا عندما يعني بصدد ارتكاب الجرم ولا لا؟ نستمر في الكتالوج. طبعا عندنا مادة 168 إذاعة
أخبار كاذبة متعلقة بالأمن الوطني أو النظام العام وتلحق الأمن الوطني الأمن بالضرر بالأمن الوطني النظام العام. المادة اللي عقبها مادة 172 حرض بطريق العلانية بغض طائفة من الناس والازدراء بها. كل من ينتقد سياسة التجنيس في هذا البلد ممكن أن يتهم بهذه التهمة، هذه خذوها قاعدة الآن. ليش؟ عليكم السلام. يعني وهذا طبعا حدث إلى مثلا الشيخ علي سلمان في محاكمته، لما تنتقد سياسة التجنيس أنت يعني لم تمس المجنسين كأشخاص، أنت تنتقد سياسة السلطة في التجنيس، ومع ذلك توجه التهم على أساس أنه من يتناول سياسة التجنيس فهو يزدري والمجنسين أنفسهم. المادة 173 حرض بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين. الآن من يجلس على طاولة مثل هذه أمام ميكروفون مثل هذا ويقول للناس تمسكوا بحقكم الإنسان الأصيل في ممارسة حرية التعبير عن الرأي وفي ممارسة حرية التجمع السلمي، قابل إلى أن نتوجه لهذه التهمة. ليش؟ لأنه يحرض على عدم الانقياد للقوانين. طيب كيف؟ أقول لك والله أنت ضمن دعوتك يعني فيها تحريض على الخروج في مسيرات غير مرخصة. طيب أنا يعني لما أجي أقول تمسكوا بحقكم لازم أجيب وياها قانون المسيرات مثلا وأقول تمسكوا بحقكم وفق المادة كذا 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 تماخذين الاخطار. يعني دخلنا في مستوى من مستويات المبالغة لا معقولة والفرد والمط لا معقول، لمجرد أن احنا لا نقبل أن نسمع كلمة معارضة أو منتقدة لأي سياسة أو لأداء أي شخص. طبعا ما ننسى موضوع التجمهر، هذه بعد من ضمن التهم المعلبة، والتهمة طبعا الأكثر شيوعا هالموضة يعني موضتها الأيام كثيرة لأن احنا ما زلنا نتكلم في الكتالوج، هي طبعا إهانة الهيئات الرسمية. يعني اسألوا أنفسكم كم واحد دخل السجن لأن بمقولة لما ينتقد يعني انتهاكات حقوق الإنسان يقال عنه يوجه الـ يعني الإهانة إلى وزارة الداخلية. طيب يعني في أمور ما تركب على بعضها بعض، مثلا تقرير بسيوني قال سووا أمانة عامة للتظلمات، أمانة عامة للتظلمات هذه متعلقة بمن؟ أي انتهاك لحقوق الإنسان؟ لا، متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري على يد من؟ منتسبي وزارة الداخلية. تمام؟ جهاز كامل مسوى بس لمنتسبي وزارة الداخلية. فأنا لما أقول في انتهاكات في وزارة الداخلية وهذا الأمر طبعا أمر موثق، أكون مجرمة بس لما يقوله الأمين العام للتظلمات أمر مشروع. شايفين؟ يعني أنا لا أستعرض الحين عرض مو شامل جامع في بعض التهم اللي كذي يعني خفيفة لطيفة كذي مثل المقبلات، مثل موضوع مشاركة ولا دعوة إلى مسيرة بدون ترخيص، هذه فيها 6 أشهر فيعني تحت 10 سنين ما تنذكر بس تستعمل بين فينة وأخرى تستعمل. الغريب في الموضوع أنه بناء على تقرير بسيوني تعدلت بعض التشريعات لتكون أفضل. على سبيل المثال مادة 168 قالت يعني إذاعة الأخبار يجب أن تلحق ضرر وكلها علاقة مباشرة بإلحاق الضرر بالأمن الوطني مثلا، هذا زين، فاللي ما في ضرر ما عنده جريمة، هذه مثلا على أساسها تبرأ أخونا المحافظة لما حوكم. كذلك المادة
69 مكرر اللي أضيفت، وقالت بشكل واضح أنه يجب أن تفسر القيود الواردة على حق التعبير في هذا القانون في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفق لمبادئ الميثاق إلى آخره. يذكركم هذا الكلام بالكلام اللي تونا قايلين على الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة هي اللي تبنى يعني نتائجها أو توصياتها بسيوني، فهم امتثالاً وتنفيذاً لتوصيات بسيوني بعد عدلوها. السؤال: ماذا كان أثر استحداث تشريع مثل هذا على واقع الحال في محاكم البحرين؟ طيب يعني هي القصة مو بس أجي أقول عندي دستور ديمقراطي وتالي الديمقراطية مغيبة، وأجي أقول والله عندي مادة تقول لازم نحترم حرية التعبير ولا نقيدها بما يخل بمتطلبات المجتمع الديمقراطي، وتالي لنجا واحد ينتقد سياسة قلتون له والله أهنت المجنسين، ولا ينتقد انتهاك قلتون له والله أهنت وزارة الداخلية. الموضوع في سياق البروباغندا المستمرة، أخلق المؤسسة التي لا تحدث فرقا في واقع انتهاكات حقوق الإنسان مثل الأمانة العامة للتظلمات، وأوجد التشريع الذي لا يحدث فرقا في ما يصدر من أحكام من القضاء. فيعني ليس من مفر، أنت مسبية يعني في كل الأحوال. نأتي إلى أبو شريف وخطاب أبو شريف، ونحن الآن لا نستبق القضاء ولا نحاول التأثير عليه، ولكن نتناول ضمن السياق العام تاريخ أبو شريف وما قاله وما يقوله، متبنيات الفكرية السياسية إلى آخره. الرجل في كل خطبة يتكلم عن الحراك السلمي، يرجعنا ويذكرنا بأنه أي منطلقات لأي حركة ولأي انتماء إن كان سياسي أو آخر يجب أن يكون أخلاقي. طبعا هذا ما نفتقده كثيرا في هذه الأيام وعلى كل المستويات. ينبذ الطائفية، معيار الوطنية قائم عنده في كل شيء يسوي. رجل يتحدث عن أنه المطالبة بالحقوق ليست قابلة للمهادنة، يستعمل تعبيرات الجمر تحت الرماد ما أعرف إيش، ولكن في النهاية محصلة المتلقي يعرف بأنه لابد من الثبات على المطالب المشروعة. هل في ما قلت إلى الآن جريمة؟ يعني لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه من حيث محاولة السلطة المستمرة إنها تأخذ المناضلين المطالبين بالحقوق، القادة السياسيين من خانة السياسيين الوطنيين الأحرار إلى خانة المجرمين. طيب لم يقتنع أحد، العالم لم يقتنع، وما زالت السلطة مستمرة في ذات المنوال. نتذكر تماما الشيخ علي ومحاكمته قائمة، طلع تقرير من الفريق الخاص للأمم المتحدة، شنو قال؟ قال الرجل اعتقاله تعسفي. العالم كله، خبراء العالم كلهم، عشان لا يقولون والله ما أعرف إيش مسيس وما أعرف إيش منحاز وما أدري شنو، خبراء العالم اللي ما يعرفون الشيخ علي قالوا إن اعتقاله تعسفي بناء على معطيات موضوعية هي أسباب الاعتقال، طريقة الاعتقال، الجرائم المنسوبة إلى الشيخ علي. في تقرير مفصل طويل يعني موجود طبعا على الإنترنت لمن أراد الاطلاع عليه. في النهاية أبو شريف لا يدعو إلى شيء آخر غير التمسك بالنضال السلمي وصولا إلى حوار يعني يؤدي إلى حل عادل ومقبول على أسس ديمقراطية، لا ليس أكثر من هذا. فلا يمكن أن يقتنع أحد بأن أبو شريف يحاكم لأنه مجرم إذا ما كان هذه سيرته وما كان هذا تاريخه. أنا أعتقد بأنه يعني
سير السلطة على هذا المنوال سيعني ضمن ما يعنيه أنه أي حديث عن الإصلاح السياسي قد يفسر على أن إيش؟ تحريض على كراهية النظام، لأن أنت تريد إصلاح سياسي يعني قاعد تقول ضمنا شنو؟ النظام غير صالح أو بحاجة إلى إصلاح. يعني خلى بعد إحنا نكون حذرين، وقد نوصل مرحلة ما نتكلم تماما، نستغني عن ألسنتنا. ليش؟ لأنه الحديث عن الإصلاح شنو صار؟ جريمة. تفعيل الملكية الدستورية أصبح جريمة يا جماعة. لما تقول فعل الملكية الدستورية ترى صار جريمة. الشيخ علي يحاكم على هذا الأساس. قس على ذلك لما تقول تداول السلطة، يعني أنت تبى تنقلب على السلطة. يعني لما تقول حكومة منتخبة، أنت تبي تنقلب على هذه الحكومة وتسقطها، طبعا أكيد بطريقة غير مشروع. الحكي عن نظام انتخابي عادل راح يقولون إن شنو اللي موجود مو عادل، إذا أنت قاعد تهين السلطات والمؤسسات وما أعرف شنو. تتكلم عن التمييز الطائفي بيقول لك تزدري الطائفة الفلانية ولا الطائفة العلانية. بتتكلم عن الإعلام الوطني الجامع بينقال عنك إنك تهين وزارة الإعلام بعد أو هيئة الإعلام، يعني واضحة. بتكلم عن إجراء وطني الحوار الوطني، إجراء حوار، لزوم إجراء حوار للخروج من الأزمة، ونبي ضمانات دولية تضمن مخرجات الحوار هذه تنفذ، بقول لك تدعو إلى تدخل أجنبي وما تدعو إلى تدخل أجنبي. بتنتقد الحلول الأمنية، بقال أنت قاعد تهين النظام وتحرض على كراهيته. طيب إذا كان السياسي والمواطن العادي لا يستطيع أن يتكلم عن كل هذه، بل ويقع تحت الترهيب المتمثل في المحاكمات إذا ما تكلم عن هذه الأمور، يعني يقولون لنا ببساطة لا حد يتحكى وانتهى الموضوع، ولا في حرية تعبير ولا في غيره. أنا أعتقد أنه معالم سياسة السلطة في تكميم الأفواه واضحة. أعتقد بأنه تغييب أصوات المعارضة أصبح على المكشوف. أعتقد بأنه لم يعد من الأخلاق أبداً لأي أقلام أن تبحث عن مبررات يعني تسهل للنظام مواصلة الانتهاك والتعدي على حقوق الناس. أعتقد أن السكوت على مسألة استمراء التعدي على حقوق الناس، على حرية التعبير، يعني عار الصمت تجاهها من قبل خاصة يعني أصحاب الرأي والمثقفين. أعتقد أنه أصبح غير مطلوب أبداً نحن نتعامل مع الانتهازيين المستفيدين من الوضع القائم، من الاضطهاد القائم، من التمييز القائم، التعامل معهم على أنهم والله أصحاب وجهة نظر، هم يشوفون اللي صاير معقول أو مبرر. أعتقد أن هذه سقطة أخلاقية. نهاية الأمر وأختم بهذا، أنا في وجهة نظري، ولا أعتقد أنكم مختلفين معي، حرية التعبير لا شك قبل الحراك ولكن حتما بعد الحراك وحتما في السنتين الأخيرتين. حرية التعبير أكيد سبية في بلاط الاستبداد، يقضم في كل يوم عبر قوانينه، عبر أدوات إمضاء إرادته، جزء من كيانها. وأعتقد أنه لابد أن يدق ناقوس الخطر لإعلاء كل الأصوات ضد هذا. بهذا أختم وشكرا لاستماعكم. شكرا للأستاذة جميلة على هذا الطرح المتميز. نفتح باب المداخلات وأيضا الأسئلة وأخذ الأسماء، مع يعني التأكيد على أن لا تزيد المداخلة على 3 دقائق رجاءً. Thank you.
ضيعتي. يعطيك العافية. أنا سجلت أحمد ما بيمت الآخرين بيجي بيجي واحد يتحكى بجون باقي واحد يتحكى بجون باقي أحمد تفضل. في الحالة من البداية تحتاج لأطاول لأطاول لا لا ما في وقت لأن بيوت الآخرين أخرين حتى دور الوقت الآخرين اختصروا في الموضوع بالخير محمد أم شريف أي مصر النبي أكري تحياتك شخصي احنا اذا اردنا ان نناقش الوسط القانوني ينبغي انه احنا نعرف ونفهم معنى حريه التعبير. حريه التعبير او حريه الراي منقسمه الى قسمين، قسم تقبل الراي وقسم احترام الرأي الآخر. لما حد يسأل يقول لي شنو تقصد باحترام الرأي الآخر وتقبل الرأي الآخر؟ إذا أنت كنت معني فهناك ما يسمى بتقبل الرأي الآخر، وإنما عند سماع للرأي الآخر ينبغي أنه نحن نحترم الرأي الآخر. حرية التعبير في استخدام الأدوات الخاطئة، يعني مثلاً يعني لشرح معروف الدواء بناء على دعوة رضي موسوي علشان توجيه الدعوة من واحد في المشاركة في التجمع في الدواء. أنا كنت في تاريخ 16 كنت في البلد وحضر علشان أشارك في الدواء في كل واحد يمكن أنا ذات عوض في واحد. اللي أردت أن أشير مع الإسلام من الشباب عشان نسوي جو شوية يعني في ابتسامة وضحك. الأدوات اللي استخدمت في حرية التعبير مثلاً أكثر من 12 سنة في كتلة واحد في تشكيل أجسام رقم واحد من الأستاذ رضي الموسوي وهذه عمري ما أنساها. اختلاط الكتل اللي شاركت أو تدخلت العرض في الدوار لما نشوف النظام يستغل نقاط الضعف من بعض الكتل لما الباص يجيب الأطفال من الروضة أو المدرسة الابتدائية ويشاركها في عمل سياسي. هذا الموضوع يضعف العمل السياسي أو يضعف عناصر العمل الوطني أو يضعف المعارضة أو يضعف القوى المناهضة. لكن الإطار يدي محمد كنا في خيمة الدكتورة والأم الصالحة أميرة بكر رضي موسوي يد الموضوع خارج الموضوع بس موضوعنا حرية التعبير بالإضافة للمحاور اللي قدمت المنتدية في هذا الإطار لا تخرج أنا مو بقول تقول إن حرية التعبير والنظرية الديمقراطية أو الليبرالية إنه تنتهي حريتك عند التعدي على حرية الإسلامية أو إنه تدخل في مساحة مش مساحتك وتتجاوز قوى الرصيد وقوى التعبير. مشكور.
سامي تفضل. مساء الخير. طبعا السيده الجليله عرضت الى النصوص القانونيه اللي سميناها تراكميه، يعني تعديلات في القوانين اللي صارت على مدى الان برلمان ترين، يعني من 2008 2011 الان لا 2010 طبعا 11 خرجت مده الوفاقه ما عاد في ضوابط خاص اي كابح الى حد من تشريعات مزاح، ولذلك شفنا في تغييرات قانونيه. اولها طبعا بدا بقانون حمايه المجتمع من الارهاب، تعديلات على قانون المطبوعات والنشر الى اخر ذلك. المحصله هي، وانا احب انه اود انه القانونيين يجمعونها في وثيقه واحده، هذه التعديلات وكيف انها تخالف حتى الدستور وتخالف المواثيق الدوليه اللي البحرين سقط عليها، هذا يحتاج الى تفصيل جميل قانون. شيء اخر، تطبيق القوانين كلمت عنها، تطبيق فوقي، يعني معناته انه في تعسف في حدث اتخاذ القوانين، ولكن بانتقائيه الانتقائيه معيارها الولاء والسياسه لان احنا اليوم لما نشوف من انفتح تلفزيون البحرين تلفزيون العالم العربيه كيف ضبط الاحداث وكيف شيطن المعارضه وشيطن الحقوقيين، وبعدين الاستوديو الخليجي اللي في داخل مجمع التلفزيون اللي تضيف السيد يعني واحد معروف والدوائر الى اخر ذلك والتجريم واستخدام هذه، ومن ذلك الوقت اصبح باستثناء صحيفه الوسط جميع صحف البحرين والتلفزيون وغيرها هي برعايه تشيطن تبث الكراهيه، تخون قوى سياسيه مناضله، تخون اكبر حزب معارضه الفاطمه على المعارضه وتلف بهم الاعمال، وكلكم يمكن متابعين هذا الشيء قط وغير ولا يزعلون عن اي شيء. بالعكس يجدوا رعايه وكلكم تشوفون الاشارات من التصوير. اذا هذه انتقائيه في طريقه ايضا تطبيق القانون. يعني ناس يعاقبون على رئيس جمهور وناس يخونون الاخرين ويشوهون سمعتهم، سمعة السياسيين والحقوقيين وغيرها، ولا احد يتكلم عنهم. الامين العام للامم المتحده في سنه 2014 اعتقد في اجتماع في جنيف ممثل الامين العام حتى تكلم عن البحرين وتكلم عن النشطاء الحقوقيين الذين يتعاونون مع الامم المتحده وقال انهم يتعرضون الى الجهات الحقوقيه. وبعدين دوفوي اللي لورد دوفوي اللي رئيس مجلس حقوق الانسان لما نوقش تقرير البحرين في 2012 وفي الجلسه المشهوده لاخر جلسه وقف فيها تقرير البحرين في لما غلطان في يونيو ايوه في يونيو اخر يوم يستغرب كلكم تابعتونا على الاعلام مباشره كيف ان احنا رويناها احنا في جنيف حتى لو ما في الوقت بس عنده معلومات بس بعد دخلوا معنا مثل ما يقولوا يعني. الواحد سيد مع كم واحد هؤلاء خونه هؤلاء عملاء هؤلاء شبه صورة البحرين ودينا والجلسه معقده روينا دبي رئيس المجلس وتكلمت مباشره فاريد ضمانات لرفع هؤلاء وطنهم يحميهم الاعلان العالمي لحمايه ملاك حقوق الانسان. ماذا كان الرد؟ وزير حقوق الانسان الدكتور خضر علي ابدا هذا لا يحدث هذا الرجل بعدين سووا كل ليله يعني شيء مقرف اللي صار في الجلسه بان ينتموا النفوذ الخليجيه على رئيس المجلس بعد دخل الشرطه الامم المتحده تحميها
الوفي، عليكم اسمع صوتكم من هذا الوفي. هذا يعني مسلسل ليس له نهاية. في الأخير نحن في دولة القانون، نحن في الأحسن شيء حقوق الإنسان بعد ما تستفيد من الأمور. فكان الكلام سيكون قلاع الباب وليس يعني بشيء آخر. أنا حين السيدة الجميلة ليست في الممارسة تدافع عن الذين يدافعون عن حريتهم و و و و و يعني بشجاعة نادرة هي وباقي المحامين حيوا بعد الناصر. شكرا. الأخ ياسر من نعمة بلد. شكرا للاستاذه، احب اشكر الاستاذه عن دفاعها وكل الدفاع عن ابناء هذا الوطن في شكل القضايا. اولا اقول اني للاستاذه كان الدستور شكل بعض الدساتير العربيه والله خاصه الدستور الحريري يعني يعطينا مجال واسع هناك حريه الراي او حريه المشاركة كمثل ثلث السلطات يجب تقوم للشعب او الشعب مصدر السلطات، لكن في نفس الوقت يختلف لنا قوانين قوميه لا نستطيع ان نعبر عنها مثل قانون كراهيه النظام او قانون اساءه. هذه قوانين مطاطيه يمكن توجيه التهم لاي شخص، شخص متداخل او شخص في ندوه كما حصل له شريك او شخص كاتب عمود وهكذا. المشكله تقع على من؟ تقع على السياسي الذي صنع القانون وليس على القضاء او القاضي، لان القاضي يقول كان عندي قانون وعندي مذكره تفسيريه للقانون. لكن من الذي صنع القانون؟ صنع السياسي. هي المشكله. هناك فكرين في الدول، في هذه الدول فكرين. الفكر الاول الذي دائما يقول وهو مصطلح يقول يعني هيبه القانون، اسمع لحظه، هيبه القانون او هيبه الدوله. وهناك فكر ثاني الذي يقول احترام القانون واحترام الدوله. الفكر الأول الذي دائما يردد المصطلح هيبة القانون وهيبة الدولة يعني هذا يصنع القانون بشكل إيحادي. أما الفكر الثاني الذي يقول ويستعمل المصطلح احترام القانون واحترام الدولة هذا هو الفكر المشار. نقطة ثانية فيما يخص مشكلة حقوق الإنسان، المشكلة هنا نوع من التناقض. يعني بعض الدول توقع على معاهدات حقوق الإنسان وهم ما تنفذ شيء. لماذا لا تنفذ شيء؟ لأن سمح لهذه الدول بأن تصدر قوانينها وتصدر ضوابطها بدون إلزامية لها. لو كان هناك إلزامية فمعناه هذه الدول عليها أن تعدل قوانينها حتى تتماشى مع قوانين الدولية. هذا لا يوجد في العالم يعني حاليا. اثنين، في المنظمات الحقوقية كذلك المنظمات الحقوقية وما أكثرها هي تركز على حق الإنسان فقط ولا تركز على الحق السياسي. يعني إذا أنت عندك جمهور يطالب بالمشاركة بشكل واعتقد من الناس، المنظمات الحقوقية الإنسانية هي تركز على الحق الإنساني، يعني يجب أن هذا الإنسان يعني يتحكم حكم عادل، يجب أن يكون لديه ظروف هيكلة، لكن هي ما تساعد يكون من حقها أنه يكون يطالب بالمشاركة، أو من حقها أنه يكون يطالب بتغيير في نظامه. هم لا تساعد هذا الشيء، هذا نوع من التناقض. يعني حتى يعني لو رحت في 1948 وهي انتفاضة
حقوق الإنسان كان في نفس الوقت احتلال فلسطين. ناخذ احتلال العراق، تدمير العراق، لما يدمرون العراق هي منظمات حقوقية إنسانية تطالب بحقوق الإنسان، لكن لا تنتقد شكل الغزو. هذا نوع من التناقض العالمي، ولذلك الحكومات يعني أخذت هذا التناقض وأخذت قامت بالمكان. شكرا. شكرا أستاذ. مشكلة في أي من متداخل؟ ردود سريعة. أستاذة إذا في أي ردود على المداخلات؟ أي ردود سريعة جدا، يعني أنا أشكر كافة الأساتذة على يعني ملاحظاتهم، ردودهم كلها في محلها، أنا مو مختلفة مع شيء منها. بالنسبة للأستاذ أحمد، موضوع احترام الرأي الآخر وتقبل الرأي الآخر، احنا نتكلم عن خلي يكون عندك مجال يكون لك رأي ويوصل للآخرين، وبعدين نشوف تقبلوه ولا احترموه. احنا نتكلم عن البني آدم لازم يحترم حقه في أن يعبر أولا، ومن بعد ذلك نشوف كيف تعامل معه الآخرين وكيف يجب أن يتعاملوا. بالنسبة إلى أبو منصور، لا شك أنه ملاحظتك حول ضرورة تجميع القوانين المقيدة للحريات خاصة في الآونة الأخيرة وبالذات من بعد حراك 2011، عمل مطلوب إنجازه بلا شك، وإحنا نسألكم المسامحة، يعني يا ريت في اليوم 60 ساعة عشان الواحد يقدر يشتغل ويسوي كل الأشياء اللي يريدها. محتاجين طبعا، يعني محتاجين إلى كثير من الهمة وكثير من الوقت، ونعول على يعني الشباب بيساعدونا في هذه السالفة، يعني في 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 موضوع التجميع، لأن موضوع مو كلش صعب. يعني نتأمل من الخبراء اللي مثلك يا أبو منصور أنك تستقطب شوية شباب، لأن احنا ترى ما صار ما في النشد واجب. بالنسبة إلى موضوع الانتقائية في تطبيق القانون، بلا شك يعني أنا لا أختلف معك أبدا. إحنا اللي نقوله هو الآتي، وهذا اللي بدأت فيه، إنه حرية التعبير تقتضي أن تتلقى الفكر أولا وبعدين تعبر عنه. إحنا كلنا الآن لما اعتقل إبراهيم شريف وعلي سلمان كلنا محرومين نسمع آراءهم، صح ولا لا؟ فالظلم والجور في مسألة قمع حرية التعبير لا تقتصر على يعني خلينا نقول المتهم المعتقل الضحية لهذا القمع، وإنما المجتمع كله، لأن القصد من تغييبهم شنو؟ تغييب أفكارهم، فبالتالي هم يخلقون حد إلى ما يصل إلى العامة أو المتابعين من أفكار. فهذا تعدي لا يشمل المعتدى عليه لوحده، وإنما يشمل المجتمع ككل. فهذا يعني شيء ينال من حقه وينال من حقك وحق الآخرين. وبالمقابل العكس هو الذي يحدث، إنه أنا بدل ما تتاح لي فرصة إني أسمع من أريد سماعهم، يفرض علي أن أسمع من لا أريد سماعهم. وطبعاً النهاية شنو؟ النهاية مطلوب تغيير القناعات. تتذكر لما تحكينا عن موضوع الترويج، الترويج شنو؟ تغيير القناعات. بس في قناعات ما تتغير، يعني هم قاعدين يحرثون في الماء. يعني إحنا لا يمكن، يعني إن شاء الله نضل أحرار إلى النهاية، لا يمكن أن نتقبل أن الإنسان اللي يظلم مقبول أنه يظلم، لأن السلطة والله اليوم تعطينا هالميزة واليوم تعطينا ذيك الميزة. هذا لو كانت تعطينا، طبعا احنا ما نشوف شيء. فيعني في أمور لا يمكن قبولها على ميزان الصح والخطأ، المقبول وغير المقبول، الأخلاقي واللا أخلاقي. وأنا أعتقد أن هذه عمود فقري ثابت لا يمكن أن ينحني، وإذا بني آدم كان واضح في خياراته في الحياة، فيعني اللي يسوونه ما في فائدة. كل القصة يتعدون على حقوقنا، لكنهم لن يحققون مكسب إيش؟ إني أنا تتغير قناعاتي وأنتم تتغير قناعاتكم. مطلوب أعتقد فيما يتعلق باللي قال الأستاذ جاسم، إن دستور قد يكون معقول
فيما مضامينه، ولكن القوانين مقيدة. ما هو الدستور هو اللي يقول لك حرية التعبير وفقا للقانون، والدستور هو اللي يقول إن مجلس النواب نص والشورى نص، والدستور هو اللي يقول ما تطلع القوانين إلا لين أقروها الاثنين. فالدستور هو اللي يقول إن تطلع القوانين ولكن بتغيب إرادة الشعبية، فبالتالي تفرضها الحكومة كيفما شاءت. فإحنا يعني لما نقرأ الصورة واضحة وكاملة، يعني مطلوب إن إحنا طبعا نتحدث عن الإيجابيات، بس هذه الإيجابيات كلها مدوبة منزوعة المفعول إذا ما رأينا إن القوانين المقيدة نهاية الأمر هي بيد السلطة وليست بيد مصدر السلطات الشعب. موضوع اللي تكلمت عنه، موضوع إن هيبة القانون واحترام القانون، أنا يعني لا أختلف على المصطلحات، خلي يكون في قانون صادر بإرادة شعبية، وإذا ارتضى الشعب يقمع نفسه أنا قابله. فيعني خلي القانون يطلع أي من كان ما يؤدي إليه، ولكن معبر عن الإرادة الشعبية الناس اللي طلعوه، وليس مفروض عبر آليات إمضاء إرادة السلطة كما هو موجود الآن. بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان وعدم تركيزها على يعني الشؤون أو الحقوق السياسية وتركيزها على حقوق الإنسان، في النهاية أنا يعني ما أرى وأعتقد تتفقون معي الحقوق السياسية جزء من حقوق الإنسان ليس أكثر. فالمنظمات الحقوقية عملها حقوقي، المنظمات الحقوقية لا يمكن أن تناصر توجه حقوقي ولا تضمن أن تتاح فرصة المشاركة السياسية لكل توجه سياسي، أنا أسفة، تضمن أن تتاح فرصة ممارسة الحق السياسي للجميع. أنا أعتقد منظمات حقوق الإنسان يعني أولى بالإشادة بما يقومون به، والنشطاء في مجال حقوق الإنسان أولى بالإشادة فيما يقومون به، لأن الضرر الخطر اللي يعرضون نفسهم إليه خطر كبير. يعني الأربعة الصحفيين اللي توهم جايين قال عنهم مخربين، ولو أن مخربين يعني شيء جيد صراحة، قياسا بأن جماعتنا يقول عنهم إرهابيين، بس يعني لأن الأمريكان في السالفة ما يصير بعد يقولون عنهم إرهابيين، قالوا عنهم مخربين بس. فأشكركم على استماعكم، شكرا.